وهذا المسجد يعتبر حل الإنسان، يعني كثير من مشاكل الإنسان لو يفكر حلها في المسجد، إذا أصبحت أمور شديدة بين الزوجين بين الأصحاب بين وتوترت الأعصاب، هدي أعصابك في بيت الله، اذهب إلى المسجد واجلس صلي حتى لو نمت ما في حرج. هذا الحديث يدل على جواز النوم في المسجد للحاجة، إذا كان الإنسان احتاج لا حرج، ينام يهدئ من ويصلي ويدعو الله عز وجل ويفتح الله عليه من أبواب التيسير والتوفيق والبركة في حياته. انظر الآن علي في المسجد، يعني ذهب إلى المسجد فأكرمه الله بأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عنه، فيسوق لك الخير، الله يسوق لك الخير في بيت الله ويسوق لك الحل في بيت الله. يعني قد تظن أن الحل بقوة عضلاتك وشدة لسانك وليس هو كذلك، لكن في بيت الله الهدوء الطمأنينة سكون النفس. ولهذا بالمناسبة أنا أرشد إلى هذا، أنصح بهذا، إذا اشتدت الأمور سواء في موقف في الحياة الزوجية أو موقف مع بعض أو مشكلة معينة أرقت الإنسان، بيت الله عز وجل فيه السكينة، فيه السكينة، فيه الطمأنينة. إذا دخلت بيت الله وأنت على طهارة، صليت أو حتى جلست أو نمت، تنزاح عنك الهموم، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تطمئن نفسك، توفق أيضا، تهدى، يهديك الله عز وجل لحلول ما كنت تحسنها وأنت غضبان، فتهدى إلى حلول مناسبة، ترتسم على وجهك ابتسامة، تستطيع تتحدث بأسلوب جميل، تذهب عنك تلك الغضبة وذاك الانزعاج. فلماذا يفوت وهو حل من أيسر الحلول وأنفعها وأعظمها؟ فهذا درس حقيقة، درس عظيم جداً.